عاوز علامات اوضح من كده؟ ها، الدجال ممسوح العين، مكتوب بين عينيه كافر، وفي رواية في صحيح مسلم مكتوب بين عينيه كفر، وتهجاها رسول الله بالحروف، قال كاف فاء راء، كاف فاء راء، كفر. خد الرواية الجميلة دي، رواية يعني في غاية الجمال، في صحيح مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدجال مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. لا لا، تاني بتقول إيه؟ بقول لحضرتك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدجال مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه، يعني يقرأ هذه الكلمة في جبين الدجال، كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يعني كان بيعرف يقرأ أو حتى ولو كان أميا لا يقرأ، سيوفقه الله تبارك وتعالى بإيمانه بالله وبرسول الله بقراءة هذه الكلمة على جبين الدجال بين عينيه كافر. الله الله على الإيمان. اللهم املأ قلوبنا وإياكم بالإيمان، ونجنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن. وفي لفظ في صحيح مسلم مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مسلم، كل مسلم، ورواية حذيفة كل مؤمن كاتب وغير كاتب، سواء كان بيعرف يقرأ أو سواء كان أميا من ككثير من آبائنا وأمهاتنا لا يحسن القراءة، هيقرأ رب العزة سيوفقه ليقرأ. ما خلي بالك قضية، بقول لحضرتك المسائل بتختلف تماما. ممكن واحد يملأ الدنيا ضجيجا وصراخا وكلاما وكتابة، ويعني يملأ الدنيا علما، وعند فراش وعلى فراش الموت عند الموت ما يقدرش يتكلم بكلمة التوحيد، لا إله إلا الله، ما يقدرش، والله ما يقدر ينطق بها. ورجل عادي من آبائنا الطيبين أصحاب الفطرة النقية، وأم فاضلة من أمهاتنا الطاهرات أصحاب الفطرة السليمة، يا الله، بمجرد ما ينام على فراش الموت ينطلق ما شاء الله في كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله العظيم يقسم لي طبيب من أحبابنا الجراحين، يقول لي: والله يا شيخ محمد، تقدمت لأجري جراحة لرجل من أهل القرآن. يقول الرجل تجاوز 70 سنة، وجهه كاللبن الحليب كالقمر ليلة البدر، ما شاء الله، واللحية كلها بيضاء نور. يقول والرجل دخل فوجدت الرجل يبكي، فأنا بقول له: يا والدي أنت بتبكي ليه؟ أنت خايف ليه؟ أنت ما شاء الله رجل يعني من أهل الدين ومن أهل القرآن. قال له: يا ابني أنا مش خايف من الموت. لا حاشا لله، أنا مش خايف من الموت. قال له: ما الخايف من إيه؟ قال له: أنا خايف بس من البنج. قال له: طب البنج خايف منه في إيه؟ قال له: أنا خايف بس البنج يضيع عقلي، ما عرفش أقرأ الورد القرآني اليوم بتاعي. يا الله، مشغول بقضية الورد القرآني. قال له: أنا الورد. قال له: بتقرأ قد إيه في اليوم؟ قال له: بقرأ كل يوم 5 أجزاء. لا إله إلا الله، كل يوم 5 أجزاء، 5 أجزاء، يعني الأسبوع تقريبا يختم مرة، الأسبوع يختم مرة، على كل 6 أيام يختم مرة. فسبحان الله، الطبيب بيقول لي، يقسم لي بالله، يقول لي: والله يا شيخ محمد تمنيت أن لو انشقت الأرض وابتلعتني. رجل سنه أكتر من 70 سنة بيعيط عشان خايف يفوت الورد القرآن اليومي، وهو داخل لعملية جراحية. قال: بدأت أكلمه، قلت له: إن شاء الله ربنا هيكرمك، وكلام من هذا الكلام الطيب الجميل. يقسم لي بالله، يقول: والله أتيت بمجموعة من إخوان الأطباء وأشهدتهم على ذلك، لأنني لم أتصور أن يقع هذا بالعقل أبدا في دنيا الناس. قلت له: إيه اللي حصل؟ قال لهم: ما تدوليش البنج إلا بعد ما أشرع في قراءة الورد بتاعي. أنا هتوضى؟ أنا متوضى. قال لهم: أنا متوضى، أبدأ في قراءة الورد بتاعي، لو دخلت كده يعني قرأت 3/4 ترباع، اعطيني حقنة البنج وتوكل على الله. يقول لي: أقسم بالله يا شيخ محمد، شرع في قراءة الورد ودخل الطبيب وأعطاه حقنة البنج، يقسم لي بالله ما توقف الرجل عن القراءة
أثناء العملية الجراحية حتى أفاق من البنج وهو يقرأ كتاب الله جل وعلا. يا حبيبي ده موضوع تاني خالص، ده موضوع تاني خالص. ما تتصورش القضية ما تتفلسفش كده ولا تتفزلك كده. ده ما أسأل الله أن يرزقنا إياك الثبات والسداد والتوفيق والإخلاص. يا الله، المؤمن ما بيعرفش يقرأ، هيقرأ، ربك سيوفقه ليقرأ، هيقرأ بين جبين الدجال كافر. طب الفتنة العصيبة دي فتنة رهيبة. النبي عليه السلام بيوصف لنا فتنة الدجال في حديث طويل جميل من حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم، يسأل فيه الصحابة رسول الله عن المدة التي سيمكث الدجال في الأرض. ما هي فتنة كبيرة، طب الرسول يقعد قد ايه في الأرض، ده المصيبة الكبرى دي. فقال عليه الصلاة والسلام 40 يوما. يا خبر أبيض، 40 يوما، ما فيش مكان في الأرض في 40 يوم دول إلا وسيطأ الدجال إلا مكة والمدينة. الله، إلا مكة والمدينة. اسمع، قالوا يا رسول الله كم يمكث الدجال في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. الصحابة مشغولين بقضية تانية خالص. طيب يا رسول الله، اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم. يا ربي، مشغولين بالصلاة في اليوم ده. شايف الفرق الكبير بيننا وبين الصحابة؟ يا رسول الله، اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم. قال لا. يا سلام، قال لا، أما نعمل إيه؟ قال اقدروا له قدره، اقدروا له قدره. يعلق القاضي عياض رحمه الله تعالى على ذلك ويقول هذا حكم مخصوص، هذا حكم مخصوص لهذا اليوم من صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، اقدروا لهذا اليوم قدره. طيب، سألوا سؤالا آخر، ما إسراعه في الأرض يا رسول الله؟ اسمع التعبير النبوي، قال كالغيث استدبرته الريح. كالغيث، مطر استدبرته الريح، ريح عمالة تدفعه بيتحرك في كل مكان، كالغيث استدبرته الريح. قال عليه الصلاة والسلام فيأتي القوم، شايف الفتنة، فيأتي القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت. يا رب سلم. المؤمن كل ده والله العظيم ما يهزه ولا يأثر فيه، أصل عنده خريطة كاملة، النبي موضح له المسائل صلى الله عليه وسلم، ما عندوش لا لبس ولا غموض، عارف المسائل واضحة، عنده نظرة عميقة جدا إلى كل ما سيقع في الكون من أحداث إلى أن يرث الله الأرض معه. ليه؟ لأنه آمن بالله وآمن برسوله وطالع السنة وعرف ماذا قال صاحب السنة الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فيأتي القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له